زرنا الملاعب ديالهم، زرنا الطريقه ديال التدريب ديال جميع الفئات. عمليه مراعاه السينودابيت والتوتر التمريبي العام 3 سنين. فعلا هذه الاتفاقيه اللي هي مع فريق ليغانيس اللي كتضمن فيها تبادل الخبرات والتبادل فيما يخص الاداره التقنيه اللي هما الناس عندهم تجربه في هذا الميدان، وكذلك فيما يخص يكون تبادل اللاعبين. هما غادي يصيفطوا مدربين ديال الفئات العمريه اللي غيكونوا كيتبعوا لنا هاد اللاعبين ديالنا صغار، باش يمكن ولا شافوا شي لاعبين اللي عندهم مهارات غادي ياخذوهم عندهم وما يتبناوهم، ويمكن يستمروا معاهم في التكوين. ومن بعد لا تم هذاك اللاعب لعب في الصفوف ديالهم في القسم الوطني الاول للفريق ديالنا اتحاد طنجة غيستافد ماديا، وكذلك ولا تم البيع ديالو للفريق اتحاد طنجة غيستافد كذلك. هذه واحد التجربه غتكون ان شاء الله انا كنشوفها ناجحه وعلى المدى البعيد اللي غتخدم المصلحات ديال الناديين. Bueno, pues el objetivo es colaboración entre los clubes máxima desde la base hasta el primer equipo y ayudar primordialmente el asunto deportivo, pero no descartamos ayudar en marketing, ayudar en organización y ayudar pues en todo lo que lleva el manejar un club tan grande como es el Tánger. نطوروا هذه الكرة القدم فيما يخص النادي ديالنا.